في مكة يقول مع سيارة جمس، يقول والتقى مع صاحب سيارة صغيرة كورولا جديدة مثل الودعة بعد جديدة، يقول في شارع ضيق، وكأني يقول أخطأت التقدير فحكيت فيها، يقول وكأني حقيت في قلبه طبعا سيارته، يقول فقد تجاوزني وإنه ينزل، يقول وكان يستشيط غضبا، يقول وبدأ يسبني، ما تستحي على وجهك، ليش تحك سيارتي ليش؟ يقول وأنا ما رددت عليه بكلمة واحدة، يقول حتى أفرغ شحنات الغضب اللي عنده وأنا جالس أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول لما انتهى من غضبه قال لي طيب ليش ما تهرج؟ يقول كمان ساكت كمان. يقول فقلت له وش تبغاني أقول؟ أخطي عليك واجيت تبغاني أخطي عليك بالهرج مرة ثانية؟ يقول والله يا شيخ أنني حينما قلت هذه الكلمة كأنني صببت عليه ماء. يقول فقال لي طيب امشي سامحك الله، شوفوا كيف ادفع بالتي هي أحسن. يقول لو أني نزلت ورديت عليه بكلمة رجال، وأنا رجال